من مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة: الرايتنج والريدنج والليسننج. السادة الأفاضل، السيدات الفضليات، طلابنا الأعزاء، ضيوفنا الكرام، أخيرا وانضباطهم في العمل، وكذلك أيضا نشكر المدربين. والسلام. نحتفل اليوم بمدينة شخرة بتخريج أول دفعة لطلاب دورة اللغة الإنجليزية بشركة جسر التنمية للتعليم والتدريب لعدد بقرابة 70 طالب وطالبة. هذه الدورة تعطي النجاعة والمهارات في اللغة الإنجليزية من رايتنج وريدنج وليسنينج وسبوكين. هذا الحفل برعاية قطاع التربية والتعليم شخرة، المجلس البلدي شخرة، مكتب العمل والتأهيل شخرة، بالإضافة إلى معهد الطاقة، المعهد العالي للطاقة. في هذا الحفل قدمت مجموعة من العروض، وبعد لحظات سيتم تكريم عدد قرابة 70 طالب وطالبة بتخرجهم بهذه الدورة التي استمرت لمدة 5 أسابيع لأكثر من 100 ساعة تدريبية.